ورا كل بلد عظيمة ستات عظيمة. ستات البلد دي وتد، ستات وقت الشغل صلب محدش يقدر يكسرها، ووقت الواجب بتعمله بحب فبيطلع بطعمها هي. البلد دي طعمها مختلف، الحياة فيها ليها طريقة مختلفة، فيها سر. السر ده هو ستاتها. الست إيديها بتبني أوطان، وكل الناس عارفة الستات ما بتعطلش، إيد تشتغل وإيد تربي وإيد تهتم وإيد تبني وطن. تسلم إيد ستات مصر. تلاتين يونيو، حكاية شعب ورئيس. شكرا سيادة الرئيس.